لو حبيت تعطي تلخيص في موضوع الطوفان من A to Z من أحد للآخر. هقول إن الطوفان ده كان عقاب من الله للعالم الشرير اللي الشر بتاعه زاد جداً، وإن الطوفان ده كان طوفان عالمي هيحقق الأهداف الآتية: إنه هيقضي على الإنسان اللي مش هيدخل الفلك، وإنه هيقضي على دبابات الأرض، وهيقضي على طيور السماء، وهيأثر على طبقات الأرض. إن الطوفان ده حدث حقيقي لأنه حدث في التاريخ، في سنة 600 من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم 17 بدأ الطوفان. في مدد زمنية للطوفان موجودة بالتفصيل في كلمة الله، في وصف كامل للفلك بمقاييسه، في الرب أحضر الحيوانات إلى نوح. فالرب لما هيحضر الكائنات إلى نوح هيحضر الكائنات دي كرأس العائلة، مش كل التفريعة بتاعتها، وبعدين لما يخرجوا هتتكاثر الكائنات مرة تانية. عاوز نختم بشيء، إنه السفن أو القوارب اللي بتشوفها في الأساطير تختلف عن اللي بتشوفه واليوم السفن اللي ببنوها اليوم عم بشوف شكلها بيشبه الفلك نوح بالضبط. وبعدين الفلك ما كانش معمول عشان يسيل، لكن معمول عشان يطفو. فهو اتبنى على أرض صلبة، ما اتبناش يعني السفن لما بتتبني جنب شاطئ أو في المية بعد تنزل المية، لكن ده اتبنى على أرض صلبة، ولما ارتفعت المياه ارتفاعا متواليا رفعته، فكان بيطفو على سطح المياه وبعدين استقر على جبال أرارات، ودي سلسلة من الجبال مش جبل واحد.